مديرية الهندسة العالية الكهربائية من المديريات الرئيسية التي تشكل العصب الأساس والرئيسي في المحافظة على المستوى الفني للقوات المسلحة العسكرية العراقية بشكل عام. أن ما شاهدناه هذا اليوم من خلال اطلاعنا على البنى التحتية والقاعدة المادية ومنتسبي صنف الهندسة الآلي الكهربائي الذين يقومون بتصليح وإدامة وصيانة المعدات العسكرية ذات التكنولوجيا المتقدم، تعتبر كفاءة عالية للمنتسبين في إدارة وصيانة وتشغيل كل المعدات العسكرية ذات التكنولوجيا المتقدمة، يؤكد القدرة والقابلية على إدامة زخم المعركة ورفع القدرة الفنية والقتالية للقوات المسلحة بشكل عام. شرفتنا اليوم 11/5/2021 المفتشية العسكرية العامة بضباطها الأكفاء للقيام بإجراء التفتيش الفحصي لسنة 2021. قاموا بتفتيش مديرية الهندسة الكهربائية بكافة أقسامها الفني والتدريبي والعمليات وتخطيط الإنتاج وكذلك المتابعة. وواجبات مديرية الهندسة الكهربائية هي التخطيط والإشراف ومتابعة التنفيذ لعمليات التصليح والإنقاذ والإخلاء وتأمين المواد الاحتياطية وإعداد الكوادر الفنية الخاصة بالصنف لإسناد الجيش العراقي. وأن هذه المديرية تعمل على التدريب على المواضيع الاختصاصية لصف الهندسة الآلية الكهربائية. باشرت المفتشية العسكرية العامة بالتفتيش الفحصي لمعمل المتوسط الرستمية من ضمن عام التفتيش والتدريب، وشمل التفتيش عمل المقر والإداري والفني والاختصاص. يتشرف معمل متوسط التاجي مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بزيارة المفتشية العسكرية العامة إلى معملنا لكي تعطينا الكثير من المعلومات التعبوية والفنية والإدارية وفق السياق العسكري الصحيح لجيشنا العراقي الباسل.